كواكب ماشيين زي صفوف ومواكب وأرضنا ماشية وليها نظامها وإحنا بأفعالنا بنظلم. ناس كتير استجابت وبدأت تزرع شجر قدام بيوتها، وده حصر بالأماكن اللي ظهر فيها الشجر. كمان أصحاب المشاتل لما لقوا إقبال على شراء أشجار الزينة وأشجار الفاكهة عملوا تخفيضات ضخمة وكمان تسهيلات في نقل الشجر وزرعته وتسميده وخدمته. أنا عن نفسي اشتريت شجرتين برتقان وزرعتهم أنا وماما قدام بيتنا. صاحب المشتل جي عمل الحفرة وفرشها بطمس وزرع الشجرة وثبتها كويس، ووعد انه هيجي يبص عليها كمان اسبوع. انا في قمة السعادة لوقت طويل، قوتي واصلة 100% بسبب الطاقة الايجابية اللي مالية المكان. اه ايه ده اللي بيحصل ده؟ يا ترى ايه اللي حصل؟ غالبا ده سبب ضعف فرحة. مين الست دي؟ واحدة هربانة من جحيم الحرب وابنها واخوها ضائعين. في اي معلومات عنها؟ ساكنة في مخيم اللاجئين، وفي الوقت ده من السنة بيكون الجو برد جداً، والظروف زي ما انتوا شايفين صعبة جداً على ناس عايشين في خيم قماش وسط الجريد. نقدر نساعد الست دي بإيه؟ بإننا نلاقي ابنها واخوها وننقلها من المخيم البرد ده لمكان تاني آدمي. بينا على المخيم. ولما قامت الحرب اضطرينا نترك بيوتنا وشلنا أغراضنا وبعدنا، وصلنا لمناطق ما بنعرف فيها حدا. ظروفنا كانت صعبة، ما لنا شايفين لا أكل ولا رعاية صحية ولا بيوت تحمينا من البرد. بإذن الله كله حيبقى تمام. عرفنا إنك فقدتي ابنك وأخوك. ابني باسل كان معي هون بالمخيم من يومين، فقت الصبح ما لقيته جنبي، سألت بكل محل على الفاضي. وأخوكي؟ افترقنا من أسبوع ونحن على الطريق، الإرهابيين طلعوا فجأة وضربوا نار بكل محل، واضطرينا كل واحد يروح من طريق. وبعد ما الإرهابيين مشوا دورت عليه وما شفته. ما توصلش معاكي بأي طريقة؟ ما في وسيلة تواصل شغالة، لا موبايلات ولا عنوان ثابت يرسلوني عليه ولا خدمات من أي نوع. وعد ابنك وأخوك هيرجعولك في أقرب وقت، ياريت تعرفينا هتكوني فين الأيام الجاية. رح كون بالمخيم أكيد، ما في مكان تاني روح عليه. المخيم موقعه معزول عن أي حاجة، وأقرب مدينة على بعد 70 كيلو، وموقعه معزول مفيش طريق بيوصل ليه. طيب باسل ابن الست اللاجئة هيكون استخدم أي طريق؟ ده بفرض إن باسل ساب المخيم بإرادته، وده شيء أنا مستبعداه. قصدك إيه؟ دي آثار أقدام، ومن حسن حظنا إن مفيش جليد نزل في اليومين اللي فاتوا، وإلا كانت الآثار كلها ضاعت. مشي من هنا ناس كبار ومعهم أطفال، واضح ان هم مشيوا مسافة طويلة لان مفيش اي بلاد حوالينا. لو مشينا ورا اثار الاقدام نقدر نوصل لباسل.
الجليد. ايه المشكلة؟ راحت آثار الأقدام. يعني لازم نشوف طريقة جديدة نلاقي بيها باسل. خسارة، رجعنا للمربع صفر. يعني ايه المربع صفر؟ مش عارفة، بيقولوها كده. من تحرياتنا واضح ان باسل ساب المخيم مع ناس كبار، وطبعا مشي غصب عنه لانه مش هيسيب والدته بإرادته. وطبيعة المكان حوالينا بتقول انه مش ممكن يكون في مكان بعيد. مين يقدر يتحرك بسهولة ويدخل المخيم ويخرج ومعاه أطفال؟ وهياخدهم ليه من أهلهم؟ لأسباب كتيرة، تجارة الأعضاء مثلا. لا، أنا شاكك في حاجة تانية. رامي، صورة باسل معانا مش كده؟ أيوة معانا. عايزك تقارنها بكل الصور اللي ظهرت في خلال اليومين اللي فاتوا بس على السوشيال ميديا ووسائل الإعلام. بسيطة جدا. بتفكر في إيه يا نور؟ اللي خطف باسل غالبا جهة واحدة بس، ومن ضمن نشاطاتها إنها بتجند الأطفال الصغيرين في أعمالها الإجرامية. قصدك مين؟ عندنا تطابق يا جماعة، صورة باسل ظهرت النهاردة الصبح في مقطع فيديو ترويجي. اعرضوا بسرعة. بيان من جماعتنا موجه إلى كل دول العالم. سنظل نقاتل باسم دولتنا الدينية، سنحرق المنازل والحقول، سنهدم المدن، سنشرد الأطفال، كل ذلك من أجل أن نحكم، معتمدين على تمويل أصدقائنا من الدول الداعمة بالمال والسلاح، ومجندين كل من نستطيع تجنيده من صغار وكبار. وقف يا رامي لو سمحت، رجع الصورة ورا. سلو موشن يا رامي، محتاجة أشوف تفصيلة معينة. أوكي. بتدور على إيه في الفيديو؟ هتشوفي يا زهر. وقف الصورة يا رامي، اعمل لي زوم إن على الوش ده، استخدم كل إمكانيات تحسين وتوضيح الصورة. بسيطة جدا، جاري العمل على الصورة. ده بس اللي بندور عليه. إيه اللي وداه معسكر الإرهابيين؟ ما راحش بإرادته أكيد، واضح إنه اتخطف. علشان كده لقينا آثار أقدام ناس كبيرة مع آثار أقدام باسل. إحنا لازم نحرره بسرعة من إيدينا المجرمين دول. فين موقع الإرهابيين؟ بديهي إنهم ما يعلنوش موقعهم ويستوطنوا مكان سري مجهول. يعني مفيش طريقة نحدد مكانهم؟ للأسف لا. في الفيديو ظهرت تفصيلة في جبل في خلفية الإرهابي اللي بيتكلم. ده حقيقي. قمة الجبل علامة مميزة نقدر نستخدمها لتحديد مكان المعسكر. وكل المطلوب إني أقارن صورة الجبل بصور الجبال القريبة. فكرة هايلة. ثواني يا جماعة، لقيته، نفس القمة ونفس البروزات. ده المكان المخطوف فيه باسل، بينا على هناك. مالهمش أصلا، أكيد مستخبيين في كهف أو في جحر تحت الأرض. المسح الحراري مبين إيه؟ للأسف مفيش أشخاص في المكان ده. إيه ده؟ دي بقايا نار ولسه سخنة، يعني كان في ناس هنا قريب. وده الحجر اللي كان الإرهابي واقف جنبه وهو بيسجل الفيديو. احنا ننزل نبص بصة من قريب احسن. هيكونوا راحوا فين؟ اكيد نقلوا معسكرهم، يمكن حسوا بالخطر، او يمكن دي طبيعتهم علشان يصعبوا مهمة الوصول ليهم. اصل مش معقول هنسيب لهم باسل يبعدوه عن والدته. اكيد في حل، اكيد. يا ترى نور وأصدقائه هيتصرفوا إزاي؟ باسل هيضيع للأبد. ده اللي هنعرفه في الحلقة الجاية.